مرحبا، اهلا فيكم بقناتي. حلقه اليوم سهله كتير وسريعه، حنعمل مع بعض صلصه الطحينه. هون عندي المكونات، عندي شويه لبن راح اضيف عليهم شويه طحينه، بحركهم كتير منيح، والمقادير لهيدي الوصفه موجودين باسفل الفيديو. بنحرك كتير منيح، وبعدين بضيف شوي من عصير الحامض وشوي مي، وبضل عم حركن. هيدي الوصفة كتير سهلة، وهيدي صلصة طحينة يلي نحنا بناكلها دايما مع الفلافل. هون عم ضيف شوية توم وبحرك، وانتو عم بتحركوها اذا حسيتوها جامدة شوي فيكن تزيدوا مي، بس ما تزيدوا مي كتير، زيدوا المي على دفعات لحتى توصلوا للسماكة يلي انتو بتحبوها. وعندي انا هون صارت جاهزة هيدي السماكة يلي بفضلها وجاهزة للتقديم. ان شاء الله تكونوا اليوم استفدتوا معي وحبيتوا الفيديو. اذا حبيتوه اعملوا لايك، وما تنسوا تشتركوا بالقناة وتشوفوا الفيديوهات الباقيين، واكيد ما تنسوا تتابعوني على السوشيال ميديا، وانا بشوفكن بفيديو تاني. باي.